الذين يؤمنون بالغيب. وقلنا إن الغيب هو ما غاب عن الحس، وقلنا إن الحس لا يقتصر على الحواس الخمس الظاهرة، بل هناك حواس أخرى لم تكن معروفة وقد عرفت بعد، وهناك إحساسات لم نستطع إلى الآن أن ندرك أدواتها التي تحس بها. وقلنا أنه لا يعني عند كلمة الغيب أن نعرف أن الأمر الذي غاب عنك هو الغيب، ولكن المراد الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن نظرائك. فإذا ما علمت شيئا هو معلوم عند الغير فلا يقال ذلك علم غيب، وإذا ما علمت شيئا كان مطمورا في الكون ومستورا من أسرار الله إلى أن يحين يوم ميلاده، فإذا ما وصل إليه المكتشف لا يقال إنه علم غيبا، لأن هناك مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى معرفة المطلوب. فما دام الشيء بذاته محسن أو بمقدماته التي تدل عليه وهي محسة فلا يعتبر ذلك إيه؟ فلا يعتبر ذلك غيبا. فالذين يقولون هم يتنبؤون بالطقس وبالجو وإلى آخره، هذه مسائل حسابية تحسب فتنتج المطلوب، فالناتج وإن لم يكن معلوما إلا أنه وليد شيء معلوم، لا يقال ذلك إيه؟ ذلك غيب. الغيب المراد بالإيمان به هو الغيب الذي لا يكون مصدره إلا من الله. ولذلك قلنا إن الإيمان لا يتعلق بمحس أبدا، وإنما يتعلق الإيمان بشيء غيبي، فلا يقال في أي شيء محسن أنا أؤمن به، أنا أؤمن بأن الشمس ساطعة، أنا أؤمن بأن القمر قد بزل، أنا أؤمن بأن الدنيا تمطر، أنا أؤمن بأنني جالس هنا في التلفزيون لأسجل، ما يقالش هذا إيمان، لأن ده أمر إيه؟ أمر محس. ولكن الإيمان متعلقه دائما إيه؟ غيب. ولذلك حين أجاب جبريل، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره مع إيه؟ جبريل، قال له ما الإيمان؟ قال أن إيه؟ أن تؤمن بالله وهو غيب، وملائكته مش كده؟ غيب، وإيه؟ وكتبه ورسله. واحد يقول لي لا، الكتب والرسل مش غيب، الكتب والرسل ما هماش غيب، نقول له لا غيب، لأنك أنت لم تلحظ الكتاب وقد تدلت به يد الله أو هبط من السماء فنزل على الرسول، قال لك أنا أوحي إلي ولا شفت أنت وحي ولا أي حاجة، مسألة إيه برضو إيه؟ غيبي. وبرضو لما قالوا الوحي وقال له أنت رسول وما شفتش أنت العملية دي، يبقى إذن وإن كانت الكتب محسة وإن كان الرسول محسن، إلا أن رساليته أو إنزال الكتاب لم يكن أمرا محسن لك أبدا، مفهوم؟ وبعد ذلك قال إيه؟ واليوم الآخر مثلا تؤمن بكل دي، وأن تؤمن بالقدر خيره إيه؟ كل دي المسائل ايه؟ غيبية. مسائل غيبية. هذه المسائل الغيبية ما الذي جعلها تصل الى مرتبة الايمان؟ معنى كلمة ايمان يعني ايه؟ الايمان معناه التصديق الجازم، تصديق جازم. ومعنى تصديق جازم، ان كنتم قد ذكرتم النسب التي قلناها سابقا، نسب المجزوم بها والنسب غير المجزوم بها، يبقى التصديق الجازم هو ده اسمه ايه؟ الايمان. ومعنى جازم انه لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد. ان كان لسه سيطفو الى الذهن ليناقش لا يقال ايمان، ما يقالش ايمان. ولذلك بنسمي الايمان ده ايه؟ عقيده. معنى عقيده يعني ايه؟ شيء معقود، يعني مش شيء هش كده يعني اي حاجه تحله، لا، شيء معقود، والمعقود ده يعني مربوط رباط ايه؟ رباط موثق. يبقى مثلا الايمان التصديق الجازم،
التصديق الجازم بقضية، الإيمان عامة، تصديق الجازم بقضية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد. الحياة التي نحياها كلها إن لم يكن هناك إيمان بقضاياها ما كنش حد يعمل حاجة. إما إن لم يكن عندي إيمان بأنني لما أروح كلية الطب هطلع طبيب ما كنتش رحت، إن كلية الهندسة أطلع مهندس ما كنتش رحت، إما كانش عندي إيمان أن لما أركب مثلا المترو يوديني الحتة الفلانية ما أمشيش، إما كانش عندي لما أركب مثلا من حزق الحديد القطر الفلاني يوديني اسكندرية ما ينفع. إذن كل القضايا عايزة إيمان، عايزة إيمان. هذه قضايا الكون الجزئية. يبقى ما دامت قضايا الكون الجزئية لا تنتظم حركتها إلا بإيمان يقيني بمسائلها، فما بالك بالأمر الكلي العام؟ يبقى الأمر الكلي العام يبقى لازم فيه إيمان، لازم يوجد إيمان. إما كانش يوجد إيمان يبقى مش ممكن أي حاجة في الكون تستقر ولا تنتظم. يبقى الإيمان التصديق الجازم بالقلب، تصديق الجازم ده بوجود الشيء. الذي يفسد على الناس إيمانهم أنهم يدخلون في الإيمان ما ليس من الإيمان، يدخل في الإيمان الوجود والكيفية. نقول له لا، أنت زودتها. الإيمان فقط يريد الوجود فقط، أما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الإيمان يكفيك أن تعلم أن وراء الكون قوة عليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون. هذا هو الإيمان. كيفية وجود هذا القوة دي إيه؟ شكلها إيه؟ نقول له مش شغلتك بقى، مش شغلة العقل، إنما شغلة القوة نفسها لتنبهها عن نفسها، تقول أنا اسمي كذا لأن دي أمر ما يدركش بالعقل، مطلوبي كذا. يبقى إذن الذي يفسد على الناس مسألة إيمانهم أنهم يريدون أن يدخلوا الإيمان ويحشي آخر مش من مطلوب الإيمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف، كلمة كيف أدخل في الإيمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا أولم تؤمن؟ قال له إيه؟ بلى. يعني إيه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى إذن ما دام بتسأل؟ يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون أن ينفذوا إلى نقد القرآن يجي يقول لك يا أخي القرآن يقول أولم تؤمن، قال بلى، ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني آمنت، والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما، فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب لأن الاطمئنان غير موجود، وبطلبه يريد أن يوجد الاطمئنان، والإيمان اللي هو قال عليه بلى آمنت هو الاطمئنان، يبقى في تناقض. يبقى هو ما آمنش ولا حاجة ما دام ليطمئن قلبه. ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لإبراهيم فكأن الإيمان غير موجود، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب. وهو قال بلى يعني آمنت، وبعدين قال ليطمئن، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الأمر إن في تناقض. نقول له أنت لم تفطن إلى السؤال، قال هل قال أتحيي الموتى أو لا تحيي؟ أنا قال له كيف، فالسؤال عن الكيفية. إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه. يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأن آمنت يعني بأنك تحيي الموتى. حين تقول الإنسان كيف بنيت هذا البيت، عندك شك في بناء البيت؟
يبقى اذا لما اقول له كيف تحيي الموتى يبقى انا اؤمن انك تحيي، بس ازاي الحكايه دي؟ يبقى السؤال عن الايه؟ اذا ادخل المساله ماهيش في ايه؟ مش في الايمان. فربنا قال له دي مش في الايمان، الايمان هو ايه؟ انك تؤمن انني احيي بس، ادي القدر. انما كيف دي بقى نعمل لك العمليه قدامك بقى. كيف دي يبقى لازم نعمل لك العمليه قدامك، ومش العظمه بقى. وهنا الترقي والتصعيد لعظمه الالوهيه يتجلى في انه اعطى الجواب بشكل يصعد قضيه الايمان، مش يخلي بس قضيه الايمان كده، لا ده خد المساله دي وادانا جواب يصعد ايه؟ يصعد قضيه الايمان. ازاي؟ قال لك لان الانسان المخلوق يستطيع ان يعدي اثر قدرته الى الضعيف. انا لا استطيع ان احمل شيئا، حجر قدامي مش قادر احمله، ابقى انا عاجز عن حمله. يوم ياتي واحد قوي فيعدي لي اثر قوته، وقوته تفضل عنده مش ما جاتليش، ويشيل الحجر لي. يبقى عمل معي ايه؟ عدى لي اثر قوه قدرته، وظللت انا ضعيف والقدره عنده. ادي الخلق بالنسبه لبعض، لكن الحق غير كده. يستطيع الحق ان يعدي لك من قدرته، مش ليفعل لك بل ليقول لك افعل فتفعل. ادي العظمه بقى. ايستطيع واحد من الخلق ان يعدي قدرته الى عاجز؟ لا لا، يعدي اثر قدرته، انما قدرته لا. فربنا عمل كده ويا ابراهيم. شو الترك بقى والتصعيد؟ تصعيد للمعنى. يقول له ايه؟ هات اربعه من الطير، انت اللي تجيبهم مش انا، وضمهم اليك كده عشان تعرفهم وتتاكد منهم، وقطعهم انت بايدك، وحط انت على كل جبل منهم جزء، ومش بعدين انا ادعوهم ياتي لك سعيا، انت اللي تدعيهم يقولك. انت اللي تدعيهم يقولك، انا عرض انك تجيبهم، تجيبهم انت مش انا بقى. الله، يبقى اذا ادانا في الجواب فايده، وهو تصعيد مناعة القدرة في انه يعدي قدرته الى افعل. ولذلك شوف، واخلق من الطين كهيئة الطير، مش كده؟ ها، فانفخ فيها فهم باذن انا اللي انفخ بها. والا لو ربنا صححها تم، هي مسألة سهلة. لا، ادي العظمة بقى في انه عدى من قوتي. يقول له افعل، انت افعل انت مش يعني. طب لا، ايه انا لما احييها؟ لا، ده ان اردت انك انت تدعيها وتحييها انت اللي تحييها. هات الحصله. يبقى اذا الايمان لا بد ان ناخذ الايمان على قدر الوجود فقط، اما كيفيه الوجود مش مطلوبه في الايه؟ مطلوبه في الايمان. وما دام نؤمن بالله وبالملائكه وبالكتب ونؤمن بالقدر وخيره وشره، كنا يبقى ده اسمها الحصيله الايه؟ الايمانيه اللي ملأت الايه؟ العقيده. وانا امنت بها وهي غيب، واوصلتها بالجزم الى مرتبه ايه؟ الى مرتبه التصديق، حتى ياتي التصرف السلوكي وله رصيد من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان. مش مساله سطحيه كده. لازم. ولذلك الايمان هو الايه؟ هو الركيزه الاساسيه، الينبوع اللي هتصدر عنه الحركه. وما دام الينبوع اللي هتصدر عنه الحركه لازم يكون ايه؟ معقود عقد ما يزحزحش ابدا. الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى ما خلاصته أن الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسخر له ما في الكون وجعله خليفة يعمر الأرض
وقدر له في الأرض أقواته التي تتسع له إلى أن تقوم الساعة، وأمده بالعقل المفكر المستنبط وبالجوارح ذات الطاقات الفاعلة في الوجود المنفعل. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وضع كل الضمانات الأمانية لذلك الإنسان في نفسه وفيما أطمر في الأرض من أقوات. وليست كلمة الإيمان إلا موحية بهذا الاطمئنان، فالذي يؤمن ويتيقن ويعتقد اعتقادا لا يطفو إلى العقل ليناقش من جديد أن له إلها هو ربه الذي خلقه ورزقه، وأن له طلاقة الكمال، وأنه لا إله إلا هو ولا مفزع سواه، وأنه لا مؤثر في الكون إلا هو، اطمأن إلى أنه يعبد إلها يأوي به إلى ركن شديد في كل أحداث الحياة. ولذلك كانت عقيدة لا إله إلا الله هي القمة الإيمانية. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود، أي لا مطاع إلا الله. وإن الإنسان إذا ما عاش هذا الإيمان بأنه لا إله إلا الله استطاعت كل طاقاته أن تتكاتف ولا تتعاند ولا تتبدد، ولا يلتفت يمينا ولا يلتفت يسارا، ولا يفزعه شيء في الوجود ما دام لا إله إلا الله. الحق سبحانه وتعالى حين يجعل هذه هي قمة اليقين الإيمانية يريد بذلك أن يطمئننا إلى أن خالقنا لن يسلمنا، لأنه لا يوجد إله آخر يأخذنا منا، لا يوجد إله آخر. إن أراد الإله هذا أن ينصرنا فلن يستطيع أن يقدرنا، لأنه لا إله إلا هو. ولذلك تجد في تثبيت الربوبية في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي ربك أيها الإنسان ورب كل العوالم التي تخدم. فإياك أن تشك لحظة في أن الشمس ستتأبى على خدمتك، ولا أن المطر سيمتنع عنك، ولا أن الهواء لن يهب عليك، ولا أن الأرض تعطيك، لأن هذه كلها عوالم لله وهو ربها، فلن تفلت من يده أبدا. فكيف يوجد ذلك الاطمئنان إلى أن من يخدمني لن يتمرد علي؟ ولماذا لن يتمرد علي؟ ألي قوة ذاتية فيه؟ لا، إنه خدمني قبل أن توجد لي قوة، ولكن لقوة من خلقه وسخره لي. إذن فقول الله الحمد لله رب العالمين ضمان إيماني واطمئناني إلى أن الإنسان يجب أن لا يفزع من أي شيء في الوجود، وأن يطمئن إلى أن كل مسخر له سيظل مسخرا له، ولن يرتفع رأسه عليه، ولن يتمرد شيء عليه أبدا، لأنه مربوب للإله الذي خلق ذلك الإنسان وجعله السيادة على هذه الأكوان. ذلك أول تطمين وأمان للإنسان. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليشرع لنا أركانا نشأت عن الإيمان. هذه الأركان هي ما قال الله عنها، لأن إيمان القوة أنه لا إله إلا الله. وبعد ذلك نؤمن بأن لله رسلا، وأن لله ملائكة، وأن لله كتبا، وأن لله يوما آخر، وأن لله قضاء وقدرا. كل ذلك إيمانيات تجعل الإنسان يقطع هذه الحياة ويعيش فيها مطمئن إلى رصيد قوي لا يتزلزل أبدا. وبعد ذلك يشيد عملية التعامل في الكون على الأسس الإسلامية التي قال الرسول عنها بني الإسلام على خمس. وقلنا
إننا لو نظرنا إلى الأركان التي بني عليها الإسلام لوجدناها أنها تربب الإيمان واليقين والاطمئنان للنفس الإنسانية البشرية. فالإنسان حين يستجيب إلى الله الذي لا إله إلا هو ويذهب إليه كل يوم 5 مرات ليعلن ولاءه لله وليعيش في أحضان ذلك الرب، إله يجدد اطمئنانه بوجود ذلك الإله. إذن فالصلاة لون من السخن، لون من الاطمئنان، لون من رعايتك لربك الذي خلقك لا لتنفعه بشيء ولكن ليمدك بأشياء من طاقة القدرة وطاقة الرضا وطاقة اليقين في الكون. وبعد ذلك يأتي لتؤدي زكاة، هذا أيضا لون من الاطمئنان لأحداث الحياة، لأن مدام إيمان يعني لازم كلمة إيمان وأمن واطمئنان تشيع في كل مطلوبات الإيمان، كل حركة إيمانية في الوجود وكل حركة إسلامية في التشريع تخدم هذه القضية. عش في الكون آمنا مطمئنا لأن لك إلها تتردد عليه بطلب منه كل يوم 5 مرات، بطلب منه كل يوم 5 مرات ليعطيك فيضة. وبعد ذلك يأتي ليواجه أحداث الحياة التي قد يوجد فيها عاجز وقد يوجد ضعيف وقد يوجد مصاب وقد يوجد غير قادر وقد يوجد أبله لا يحسن فعل شيء، وبعد ذلك يعطيك أيضا الاطمئنان لأن الله طلب من أصحاب الفضل في أموالهم أن يعودوا بفضل أموالهم على هؤلاء، فيشرع الزكاة لون من الأمان والاطمئنان. فإن كنت صحيحا لا تخشى ولا تخاف أن تعجز في يوم أو لا تقدر، لماذا؟ لأنك في أخوة إيمانية، أنت أعطيت حين كان لك فضل وستعطى حين لا يكون لك فضل. هذا لون من التأمين أيضا لهذه الحياة. وليشعر العاجز وغير القادر عن حركة الحياة أنه في أخوة إيمانية متضامنة، وأنه لن يواجه أحداث الحياة وحده ولا بقوته دون قوة سواه، فإن خانته قوته فلم تخونه قوة إخوانه المؤمنين المعايشين له، لأنهم سيعودون بفضل ما عندهم إليه، وهو يعود بفضل ما عنده يوم كان له فضل. وتلك هي عملية التأمين الحياتية. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليؤمننا بالصوم أيضا. نصوم، ومعنى نصوم أننا نمتنع عما كان مباحا قبل يوم الصوم، لأن الامتناعات نوعان: امتناعات أبدية يؤبدها الإيمان في كل أحيان الحياة، كما حرم الله علينا كثيرا من الأشياء محرمة في أي وقت، ليلا نهارا في رمضان في غير رمضان، وأشياء هي حلال في وقت ولكنها حرام في وقت آخر. الحلال في وقت والحرام في وقت آخر، وما شرعه الله بالصوم الذي كنت آكله أمس إذا ما جاء يوم رمضان أمتنع عنه. هذا الامتناع لون أيضا من التأمين. كيف يوجد هذا اللون من التأمين؟ لأن كما قلنا أنت لست كالسيارة المصنوعة للبشر، حينما تمتنع عن وجبة أو وجبتين أو 3 وجبات تقف وتتعطل، ولكنك ساعتها تمتنع عن هذه الأشياء وتظل حركتك في الحياة هي الحركة، تتنفس وتتحرك ونبضك ودمك وكل شيء فيك موجود، يبقى دليل على أن فيك إيه؟ رصيد ذاتي يجعلك تأمن إن اضطرتك ظروفك فيما بعد أو الأحداث عضتك فيما بعد إلى أن لك قوة تصبر، قوة ذاتية. هذه القوة الذاتية من الممكن أن تصبر إلى أن يأتي الله لك بالفرج. والحق سبحانه وتعالى لهذه المسألة في كونه حرم علي أشياء كانت حلالا لي، قلنا العلة في ذلك أنه يريد أن يديم لنا حلاوة التكليف. لماذا؟ لأن الأشياء التي حرمها الله تحريما قاطعا تحريما مستوعبا لكل الأزمنة، قلنا أن ذلك قد يؤدي إلى الاعتياد. ومعنى يؤدي إلى الاعتياد يعني لم يعد في بال إنسان أن يأكل خنزير ولا يطرأ على باله، ولا يشرب خمر ولا يطرأ على باله، ولا يلعب مي ولا يعمل أي حاجة من دي خالص. ليه؟ لأنها أصبحت بوجود الالتزام الإيماني الإسلامي أصبحت
عادة في الإنسان يصنعها الإنسان بدون تكلف وبدون مشقة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستكمل فضل الله في الصوم. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في آياته بعض النماذج، فيأتي الخلق ليستدركوا على مقولة الله في أشياء. مثلا علم الساعة دي ما حدش بيقدر يتكلم، ودي انتوا سمعتم ناس تنبأوا كتير بأن الساعة هتقوم يوم كذا وفي شهر كذا ومش عارف ايه، وطلع كله ايه كل كده. ولو قدر هؤلاء أو كانوا يؤمنون أو يعلمون بما قال الله لما اجترأوا في أن يقولوا إيه شيء، لأنها ما تنحسبش، لأنها إيه ما تنحسبش أبدا. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستشعر الناس الساعة التي قد يشكون فيها، وكثير منهم يشك في يوم القيامة ده، فلازم يستشعروها في كل إيه في كل لحظة، عشان لما يستشعروها في كل لحظة يحاولون الاستعداد إيه الاستعداد لها. كما أخفى ساعة الموت، ساعة الموت أخفاها ربنا عن الناس، واحد يموت سنه ثانية، واحد دقيقة، واحد ساعة، واحد يوم، واحد ليلة، مش كده، وواحد أسبوع، وواحد شهر، وواحد سنة، وواحد 50 إلى آخره. حدش يعرف الحكاية دي لأن ملهاش إيه مقدمات. الناس بتفهم إن قد يكون لها مقدمات من مرض، يقول له لا يا أخي، كم مريض لقيناه إيه العاف، وكم صحيح وإيه ومات. قال إزاي إيه مريضكم؟ قال له سليمنا مات. زي مريضكم؟ قال له ايه؟ سلمني مات. فلا تحسب السقم كأس الحياة، كأس الممات، فلا تحسب السقم كأس الممات، وإن كان سقما شديد الأثر، فرب عليل تراه استفاق، ورب سليم تراه احتضر. ولا السن كم بودرت غادة كعاب، يعني لسه بنت صغيرة، وغودرت أمها العجوز، يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر؟ لا يجوز. فربنا خلاه عشان نبقى تملي إيه؟ تملي منتظرينه في أي وقت، ونشوف ناس سلام وكل حاجة، وبعدين تحصل حادثة في الطريق، بيت يتزلزل يقع، بيت ما يتزلزلش ينهدم عليه. لا، مسألة إيه دي؟ أم قالك لتتوقع دائما أنك تلقى الله فيه، لأن من مات قامت قيامته، ما عادش في عمل بقى بعد كده، أكن القيامة بتاعته إيه؟ أكن القيامة بتاعته فيولي. ولذلك قالوا الإبهام في ساعة الموت هو أشد أنواع البيان لساعات الموت، لأن لما أبهمه في وقت إيه أشاعه في كل وقت ولا لا، يبقى أشاعه في كل وقت، يبقى ده البيان الإيه البيان الواضح. وينزل الغيث، في بيتنبأوا مرار، يقول لك المطر ومش المطر، يقوم الله سبحانه هم عملوها بإيه؟ بمقاييس الهواء والغيم قد ايه، وسرعه الريح قد ايه، وتمشي وترتفع ولا ما ترتفعش، لكن ما عرفوش ان في اشياء تحدث في كون الله ما تدخلش في حساب الكمبيوتر بتاعهم. يصح ان في نظام والريح هيمشي كده ومتجه الناحيه الفلانيه ويعلى، لان معنى يعلى ان الماء لما بيتبخر بيعقد سحاب، السحاب ده بيرتفع في الجو والريح بتحمله في اي حته، فإلى أن يصادف منطقة بردة يوم يتكثف إمتى؟ وينزل قطرات لما يصادف حتة برد. احنا لما جينا نعمل الماء المقطر عملنا ايه؟ مش جبنا موقد وحطنا فيه إناء، عليه إناء وفيه مية، وقعدنا نغلي المية، المية لما تتغلي تحصل ايه؟ تطلع بخار، البخار حجمه أكتر يقوم يملى الايه؟ الآنية، يقوم يضطر ايه؟ يطلع. لما يطلع خدوه في أنبوبة ومشوه، ومشوا على الأنبوبة دي مية ساعة، فلما مشوا عليها مية ساعة تكثف التاني فنزل ماء مقطر، هي دي عملية المية تمام. يبقى البخار بيطلع ويرتفع في مين؟ في السماء، وبعد ذلك الريح تحمله وتحمله إلى عالي أو إلى واطي أو إلى مستوي، فإن كنت تحمله إلى منطقة باردة، لأن احنا عارفين إن كل الإنسان ما يعلى في الجو المنطقة تبقى إيه؟ ولذلك قلنا من معجزات الله في خلقه ان انت كل ما تقرب من مصدر الحراره وهو الشمس الجو يبرد. الله، طب الشمس هيبقى هنشوف، كل ما تقرب منها انت
الجو يبرد كل ما ترتفع، ذلك الاماكن المرتفعه بنروحها في الصيف ولا لا؟ الله، يبقى اذا شوف المعاني، المفروض ان ما دام ده مصدر الحراره الشمس كان كل ما اقرب منها تبقى حر، لا كل ما ابعد عنها تبقى حر. ان نزلت في الارض كل 30 متر تخش درجه، كل 30 متر تخش ايه؟ تخش درجه. تزيد درجه. الله، يبقى اذا دي مساله مش روتينيه، ده مساله قدره، كن فيكون. ربنا لازم يجمع لك الاضداد عشان يثبت طلاقه قدرته، يخلفها ويعملها. زي ما قلنا يقول لك بص الحجر ده، بص هذا الحجر، وده وده ارجمه، وده ايمان وده ايمان، وهم الحجر واحد، دي ينباس وده ينداس، وده يقبل وده يقمبل. الله، مساله مش عايزه روتين، المساله عايزه اوامر. الاوامر عشان يعرف مدى الالتزام في النفس الانسانيه الايمانيه للرب الذي احيا والرب الذي كلف. وينزل الغيث، تقول لك بقى تيجي بعدين تغلط، تيجي حريقه في اي حته مش معمول حسابها. الحريقه تعمل ايه؟ تروح عامله خلخله في الهواء، بتحرق اكسجين الهواء، ايه؟ يجي يغير مسارهم خالص، ولا ينزلش مطر زي ما قال. الله، ولذلك انت تقول لك الجو هيبقى مش عارف ايه، وبعدين تلتفت تلاقي في بعض الاحيان ايه؟ خلفت ولا ما خلفتش؟ ليه؟ بده يقول لك لا، دي حته مقاييسكم ما تجيبهاش. ليه؟ لان في احداث تانية ما بتبقاش داخله في حسابكم.